بسم الله الرحمن الرحيم. في دولة الإمارات بناء دولة عصرية حديثة قادرة على الاستجابة لتطلعات أبناء هذه الأرض الطيبة. وفي بداية لقائنا يسعدنا الاستماع إلى كلمة الدكتور سعيد محمد بن قرواش مدير بلدية مركز المدينة لافتتاح أعمال الملتقى من خلال كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتشرف بكم اليوم في ملتقى الخالدية الافتراضي مياه الأمطار في جزيرة أبوظبي، مشروع خاص بتنفيذ وتحسين شبكة صرف مياه الأمطار. عيد الإنجاز اليوم، نحن مثل ما نعرف اليوم منطقة الخالدية هي منطقة تجارية، منطقة أيضا منطقة سياحية، هو استكمالا لدور قطاع البنية التحتية وصول البلدية في أعمال التشغيل والصيانة للأعمال التجميلية. طبعاً مثل ما نعرف منطقة الخالدية ما شاء الله فيها مجموعة كبيرة من الصالونات وكافة فئات المجتمع تقريباً، من زوار ومترددين على هذه المنشآت من أطفال إلى كبار السن. إذا بنتكلم عن الجانب التوعوي اليوم في العديد من الجنسيات المختلفة، صار عندنا نحن الحمد لله في الإدارة منصة رقمية نرسل فيها رسائل توعوية يومية مترجمة بالإنجليزي وبالأردو. بداية نشكركم على الدعوة هذه، ودائما سباقين في تقديم المعلومة التي تفيد المجتمع عامة. ففي الخالدية بداية منطقة تنقسم إلى قسمين، قسم تجاري وقسم سكني، فتكتظ فيه